في مدينة نابلس مهد صناعة صابون نابلسي بزيت الزيتون. تفتح صبانة طوقا واحدة مما تبقى من عشرات المصانع في المدينة أبوابها منذ القرن 18 ميلاديا. الحاج أبو سمير شيخ صناع الصابون أكد أن كل شيء تغير في الصناعة إلا الاعتماد على زيت الزيتون وطبخه فيما يسمى بالحلة لأكثر من 4 أيام ضمن مراحل تحافظ على ميزات الصابون ومكانته لدى المواطنين. بكيلهم 22 برميل من هالشكل، فاهم؟ بتكون حاطين الصودا والنار تبقى تغلى وبديروا الزيتات عليهم، خلوها لإيش ساعة ساعتين لأنه تتخلط، فاهم؟ بعدين بيطفوا النار، بيطفوا النار تاني يوم بيجيبوا النار شوية تحتيها وبحطوا لها شوية مية. بعد عملية الطبخ الطويلة يترك السائل لأيام أخرى لحين تجفيفه وتقطيعه بهدف التعبئة، ولكن ما يستغرقه من وقت يرفع القيمة في خصائص الصابون باعتبار زيت الزيتون المكون الرئيسي للصابون، الأمر الذي أكسبه خصائص متعددة تحفظها عملية الطبخ، إذ ينصح الأطباء بالصابون النابلسي لترطيب البشرة ومعالجة عدد من الأمراض الجلدية. في يعني أخذناش الزيت النباتي هذاك ولا الشحمة بخلطوها وبجمدوها بها الصودا الكاوية وبصبوها، هذه لا يجوز أساسا، حرام يعني حرام يستعملوها. لا شيء، أما هذا يا زلمة شم ريحته، أنت غسل إيدك وشم ريحتهم بخور زي ما بقول هذاك الواحد. وترتفع وتيرة إنتاج وتصدير الصابون إلى الدول العربية والأسواق المحلية مع موسم قطف الزيتون الذي يغذي إنتاجه من الزيت لصناعة الصابون بما يعادل ثلث كميات الحصاد. مما لا شك فيه أن ارتباط صناعة الصابون النابلسي بزيت الزيتون حافظ على مرتبتها الأولى من بين الصناعات التقليدية، بل وحماها من الاندثار أمام حديث الصناعات المرتبطة بهذا القطاع. خالد الدير، قناة الغد، نابلس.